أطالب أريد يعدمونه، كل شي ما أريد، أريد يعدمونه مكان الجريمة، وين ذبت أريدهم يعدمونه. جريمة أقل ما توصف بالبشعة، طفلة لم تتجاوز 7 من عمرها يستدرجها شاب بين أزقة منطقة المشراق وسط البصرة ليقوم باغتصابها وقتلها ومن ثم رميها في النفايات. ذوو الضحية هم من تمكنوا من إلقاء القبض على الجاني باعتمادهم على كاميرات المراقبة التي استدلوا عبرها على المجرم. حسبي الله ونعم الوكيل. أطالب أريد يعدمونه، كل شي ما أريد، أريد يعدمونه مكان الجريمة، وين ذبتي أريدهم يعدمونه. جميع واحد يسمعني هسه أريدهم يعدمونه. والله مريضة وما تفتهم، والله لم لهم فلوس قوار وأعالجه. ناس فقرة على ابني، لا أشوف هاي 19 سنة وهم مريضة، كل شي ماكو عقل ماكو، وهي نفس الشي. ويتساءل ذوو الضحية عن سبب تطويق منزلهم من قبل قوات الشرطة ويقولون إنهم يقومون باستفزازهم، ويبين أن الجاني يتمتع بنفوذ قد يصل إلى حد إخلاء سبيله رغم اعترافاته أمام الجهات المسؤولة. هم جاي يهيجونا، يعني إحنا شبابنا جاي نصبر عليهم ونسكتهم زين، هم جاي يهيجون شبابنا. إذا هذا شاب إيه أبسط شيء طلع له خشبة يطق له شرطي، فإحنا ما نريد هذا الشيء يصير. يعني هم الشرطة ويانا لو ضدنا. التأخير مال الإجراء ليش المن ما جاء، يعني ما جاي نعرف. كل الأدلة ثابتة، هذا علي وعلى كبيره وعلى إخوانه وعلى ولد عمه، قالهم أنا خلال نص ساعة ده ما يطلع حرق بيوت. جانا تليفون هنا. للشرقية نيوز أيمن الشيخ، البصرة.